بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التأويل يطلق ويراد به معنيان: تأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، مثل الأسماء والصفات معانيها ظاهرة معروفة، لكن حقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حقائق الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، مثل السمع، حقيقة السمع لا يعلم السمع لله لا يعلمها إلا الله. البصر، السميع البصير، كيفية البصر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعنى فهو معروف. وبناء على ذلك اختلف الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. يجب الوقف على لفظ الجلالة إذا كان المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هذا لا يعلمه إلا الله، فيجب الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. أما إذا أريد بالتأويل التفسير كما في تفسير ابن جرير، يقول: القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير القول في تأويل قوله تعالى، يعني القول في تفسير الآية. وهنا يجوز العطف، عطف الراسخين في العلم على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا أريد بتأويل التفسير الراسخون في العلم يعلمونه. فهذا الوقف على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقف على لفظ الجلالة فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. وأما إذا قرئ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المراد بالتأويل التفسير. نعم. والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. نعم. وهذا مبسوط في موضعه، وذكر هذا مبسوط في موضعه، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وذكر في التبصرة أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة عن محمد ابن الحسن رحمهم الله. أعد. وذكر في التبصرة أن نصير ابن يحيى البلخي روى عن عمر ابن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة. حماد بن أبي حنيفة. حمادان، حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، هذه الحمادان المشهوران في التفسير وفي غيره. وأما حماد ابن أبي حنيفة فهذا لا يدخل في الحمادين،
إنما هو حماد بن أبي حنيفة. نعم. وذكر في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله. محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة له صاحبان، له صاحبان، أحدهما محمد بن الحسن هذا. نعم. عن محمد بن الحسن أنه سئل عن الآيات والأخبار. نعم. التي عن محمد بن الحسن أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه، فقال: نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. نمرها يعني آيات الأسماء والصفات كما جاءت، ولا ندخل في كيفيتها وحقيقتها، أما تفسيرها فنحن نبينه، بيان المعنى نبينه، لكن بيان الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله، ولا يمكننا أن نبينها. نعم. نمرها كما جاءت ونؤمن بها. نمرها كما جاءت على معناها المعروف في اللغة العربية، ولا نصرفها عن تفسيرها في اللغة العربية. نعم. نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف. نؤمن بها لفظا ومعنى. نعم. ولا نقول كيف وكيف. أما الكيفية فلا نقول كيف وكيف، هذه لا يعلمها إلا الله. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه. أي نعم، أن المعنى الفاسد الكفري، أن المعنى الفاسد الكفري هذا ليس هو معنى النصوص، ليس هو معنى النصوص، إنما معناها هو المعنى الصحيح، المعنى الصحيح هذا معناها. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص، مثل تفسيرهم لما خلقت بيدي، يقول أن اليد المراد بها النعمة، المراد بها النعمة، لك يد عندي يعني لك نعمة عندي، ليس هذا هو المراد في القرآن، هذا اصطلاح لغوي وليس هو معنى الآيات في القرآن. نعم. ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. نعم. وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هذا للمتنبي، هذا البيت للمتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ما هو بالآفة باللفظ العربي، اللفظ في الفهم السقيم. نعم. وقيل: علي نحت القوافي من أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. أي نعم، هذا الحريري، الحريري: علي، علي نحت القوافي من أماكنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. نعم، هذا من قول الحريري. نعم. فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال، وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. هذا قول الجهمية ومن أخذ عنهم، وهو قول باطل، تعطل الآيات والأحاديث
بهذا الكلام. نعم. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. نعم. وما كان باطلا ولم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه، فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة، فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ نعم. فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزل؟ العقل ما يحكم على القرآن والسنة، العقل ما يحكم على القرآن والسنة. أي عقل هذا؟ عقلكم ما هو معتبر عقلكم، لكن العقل الصحيح لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه، قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع. نعم. إمام القرامطة وهم طائفة ضالة منحرفة، قرامطة أتباع قرمط، وهم من أخبث الشيعة، وهم الذين قتلوا المسلمين وآذوهم وضايقوهم. هؤلاء طائفة ضالة ولا يؤخذ بقولهم وعقولهم، عقولهم فاسدة فلا يؤخذ بها. نعم. ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. ويزعم الفيلسوف الذي هو متخصص بالفلسفة يزعم زعما آخر، فمن نتبع إذن؟ نتبع القرامطة؟ نتبع الفلاسفة؟ من نتبع إذن؟ نبقى في حيرة. لا، نحن نتبع كتاب الله وسنة رسوله المطابق معناها للعقول الصحيحة، التي يطابق معناها للعقول الصحيحة، لا عقول القرامطة ولا عقول الفلاسفة. نعم. ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى. نعم. يقولون: دلت الأدلة القواطع على أن الله لا يرى. نقول: من الأدلة القواطع؟ عندكم أنتم الأدلة الصحيحة لا تمنع ذلك، أن الله يرى سبحانه وتعالى، يرى لكن في الآخرة، ما يرى في الدنيا. قال لموسى: لن تراني، يعني في الدنيا، لأنه لا يقدر، موسى لا يقدر على رؤية الله، جسمه ما يتحمل. ولذلك لما طلب موسى أن يرى ربه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الأصم صار ترابا، انتثر وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو جبل. فكيف بالإنسان الذي هو لحم ودم؟ نعم. وباب التأويلات. ولهذا قال موسى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدهما أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك
بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل. وكل نعم، هذا ما أمرنا به. القرآن والسنة واضحان ولله الحمد، حتى العوام يعرفون منها ما يعرفون من معاني القرآن والسنة، حتى العامة فضلا عن العلماء. نعم. في إمكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيؤول الأمر إلى الحيرة. نعم. المحذور الثاني أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. نعم. المحذور الثاني نعم أن القبول تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. أن إيه؟ القبول تنحل في الحاشية تتخلى فقط هكذا، تنحل عن الجزم. إيش يقول في الحاشية؟ في الحاشية في نسخة الدال تتخلى. تتخلى. إيش يصير الكلام؟ أن القبول تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده. هذا هو الصحيح. نعم. ما هو تتحلى، تتخلى. نعم. المحذور الثاني أن القبول تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول، إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة، فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد وخاصة النبي. هم الجهمية والمعتزلة يقولون إن القرآن معانيه لو اتبعنا معانيه لضللنا، ولا لأن ظاهر معاني القرآن عندهم البطلان على عقولهم هم. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، القرآن يوافق العقول السليمة العقل. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإن اختلف فإما أن العقل غير صريح وإما أن النقل غير صحيح إن اختلف، وإلا ما النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. وذكر هذا في كتابه العقل والنقل، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، هذا كتاب العقل والنقل. نعم. الذي قال فيه ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم. فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد، وخاصة النبي هي الإنباء، والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد. إن وافق يعتمدون على العقل ويقولون نصوص الكتاب والسنة إنما هي للاعتضاد لا للاعتماد، هذا زيغ والعياذ بالله، بل للاعتماد، ما هو فقط للاعتضاد، للاعتماد. نعم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه. وهذا فتح باب الزندقة والانحلال، نسأل الله العافية. وهو مذهب الجهمية تلاميذهم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. اي نعم، من لم يتوقع النفي والتشبيه. النفي والتشبيه، تشبيه اسماء الله باسماء المخلوقين وصفات الله بصفات المخلوقين، هذا يزل ولم يصب التنزيه، فيجب على المسلم أن يتوقاه ويبتعد عنه. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة
ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. نعم. فإن أمراض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكوران في القرآن. نعم. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض الشهوة، مرض قلبي، يعني مرض قلبي وهو مرض الشك والشهوة. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. نعم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال مرض شك في قلوبهم، مرض مرض شك وتردد. نعم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بنزولها، وأما الذين في قلوبهم مرض مرض شبهة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. نعم. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي. نعم. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها. نعم. وتشبيهها مرض شبهة. نعم. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، نفي الصفات وتشبيه الصفات. نعم. وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر. نعم. فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: هو السميع البصير. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عنه المثلية والمشابهة وأثبت له السمع والبصر. نعم. فدل على أن الله له سمع وبصر لا يشبهان سمع وبصر المخلوقين. نعم. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهم شبهوا هذه الأشياء بالله فعبدوها. نعم. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تبارك وتعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. نعم. نحن نمشي على ما جاء في القرآن من النفي والإثبات، ومثلا آية الكرسي اشتملت على ثمان جمل: نفي وإثبات، الله لا إله إلا هو هذا نفي، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، نفي السنة والنوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات. نعم. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تبارك وتعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد. نعم. وقوله منعوت أحد يعني لا شريك له. نعم. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. نعم. هذه السورة العظيمة على وجازتها وقصرها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام: أخبار عن الماضي والمستقبل، وبيان للحلال والحرام وهو الأحكام الشرعية، وتوحيد. توحيد القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام. سورة الإخلاص أخذت القسم الأخير الذي هو التوحيد. نعم. وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. نعم. وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحاتهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. نعم. فالواجب كلام طيب. نعم. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه،
والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل. نعم. فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا غلو في الإثبات، هناك غلو في الإثبات مثل هذا، وهناك غلو في النفي، والوسط هو اتباع الكتاب والسنة، فما أثبته الكتاب والسنة لله أثبتنا، وما نفاه الكتاب والسنة عن الله نفينا، وبهذا نصيب الحق ونستريح من الكلفة. نعم. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد ابن زيد وحماد ابن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. سئل عبد الله ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله سبحانه وتعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. ولهذا يقولون بائن من خلقه، مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا فيه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذات الله. نعم. بائن، بائن معني منفصل. نعم. والله تعالى غير، هذا يردون به على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، وهذا كفر. نعم. والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت منصور ابن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل ابن عبد الله التستري يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال:
ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا. العقبى يعني في الآخرة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله. نعم. وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. ينظر إليه المؤمنون يوم القيامة، يعني ينظرون إليه بالأبصار ولا يحيطون به، يرونه ولكن لا يحيطون به. ولله المثل الأعلى، الشمس أنت تراها لكن هل تحيط بها؟ ما تقدر تحيط بالشمس، لا يدرك بصرك الإحاطة بالشمس أشعتها ونورها و... نعم. فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. نعم. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة. الفقه الأكبر كتاب للإمام أبي حنيفة في التوحيد، سمي بالفقه الأكبر لأنه في العقيدة، فالعقيدة هو الفقه الأكبر. وأما معرفة الأحكام الشرعية من حلال وحرام فهذه غير الفقه الأكبر، هذه فقه عادي. نعم. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة انتهى. نعم. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بيدي أثبت له يدين سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: هذا من خصائص آدم أن الله خلقه بيديه، وأما بقية الخلق فيخلقهم الله بأمره سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم، هذا يدل على عظمة الله جل وعلا، أن السماوات السبع مطويات بيمينه، يمين الله يوم القيامة، والأرضون السبع باليد الأخرى، باليد الأخرى. نعم. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذاته، ذاته سبحانه وتعالى. هم معناه أنه كل شيء يفنى إلا وجه الله الذي هو ما تحصل به المواجهة. نعم. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أثبت لله النفس. نعم. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كذلك، هذه فيها إثبات النفس لله سبحانه. نعم. وقال تعالى: واصطناتك لنفسي. وهذه فيها إثبات النفس لله. نعم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، الحديث. نعم. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله:
لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع. نعم، هذا خلقه الله بواسطة الملائكة، بواسطة مخلوقات. نعم، ولا دليل لهم في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وأيضا ما عملت أيدينا هذا فيما يخلقه الله ويوجده بواسطة ملائكته ومخلوقاته. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، حجاب الله جل وعلا النور، فلا يراه أحد لأن النور يحجبه. لو كشف النور عن ذاته سبحانه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله احتجب عن خلقه لئلا يحترقوا. نعم، ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية. نعم، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، أي سحر، جعلوا القرآن عضين يعني سحر، أو أنهم قسموا القرآن في زعمهم وجعلوه مقسما معظها. نعم، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا في حق الله. نعم، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. نعم، وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله سبحانه وتعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. إذا قيل هل الله في جهة أو ليس في جهة، تقول نعم الله في جهة العلو، الله في جهة العلو، لكن هو بائن من خلقه، في العلو بائن من خلقه سبحانه منفصل عنهم وهم منفصلون عنه، بائن يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. نعم،
وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهذا ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح في جهة العلو. نعم، ومعناه أنه فوق العالم. نعم، حيث انتهت المخلوقات فهو سبحانه فوق الجميع عال عليه، وهو القاهر فوق عباده. نعم، ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن في جهة غير مخلوقة، وجل وعلا في جهة غير مخلوقة، وهي جهة العلو فوق العالم فوق الخلق. نعم، ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل معنى قول السلف رحمة الله عليهم أمروها كما جاءت، يعني هنا نصوص الصفات، معنى أننا نعمل بظاهرها ونعتقد ظاهرها؟ نعم، نعتقد ما تدل عليه، ما نقول ظاهرها، نقول نعتقد ما تدل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم مؤولة الصفات؟ حكمهم أنهم مجتهدون في هذا، لكن فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، مجتهدون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وهم يزعمون أنهم مجتهدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك كتب فيها تأويل في الأسماء والصفات وهي لعلماء كبار، هل للمبتدئ أن يقوم بالقراءة في هذه الكتب أو أنه يترك جميع ما فيها؟ ما يقرأها إلا من عنده بصيرة ومعرفة يبين ما فيها من خطأ وصواب، أما اللي ما عنده معرفة فلا يقرأ فيها، يلتبس عليه الحق بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ذكر في المقدمة العاشرة هذا العنوان وهو مبتكرات القرآن، فما حكم إطلاق هذه التسمية في حق القرآن، وهل يجوز نسبة الابتكار والاختراع إلى الله عز وجل؟ والله لا أعرف هذا، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول جاء في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين، فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة كقوله أنا الله وقوله إله في السماء وإله في الأرض. يقول السائل حفظك الله قد أعلنت عدد من القنوات الفضائية أنها ستبث مسلسلا في رمضان عن الحلاج وأنه قد ظلم بقتله من الحاكم وأنه شخص له صفات حميدة، يقول ما توجيهكم في هذا الأمر وما هو القول في الحلاج؟ معروف الحلاج ملحد، الحلاج ملحد وقتل في الإلحاد نعوذ بالله، ولا يجوز أنه يمدح، ما يجوز أنه يمدح ويثنى عليه وهو معروف بالضلال والإلحاد والزندقة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما المقصود بالقاطع العقلي أو القواطع العقلية؟ القواطع العقلية اللي ما تحتمل غير ما تدل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا فاتتني راتبة الفجر فهل آتي بها بعد صلاة الفريضة مباشرة؟ لك ذلك إن خفت أنك تنساها، وكونك تأخرها إلى ارتفاع الشمس قدرا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه المقولة صحيحة، وهي أن شهر رجب هو شهر الله المحرم تعظم فيه الحسنة والسيئة، لكن لم يخصه الله بأي عمل خلاف الأشهر، هل هذا الكلام سليم؟ لا، هذا كلام مخلط، ما أدري وش يقول إليه. لكن رجب كسائر الشهور ليس له فضيلة خاصة به ولا عمل يخص به، إنما هو كسائر الشهور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني صلاة الضحى بسبب قلنا فيه كتاب للحافظ بن حجر في شهر رجب، بيان العجب فيما قيل في شهر رجب. نعم. فضيلة الشيخ مطبوعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فاتتني صلاة الضحى بسبب النسيان حتى دخل وقت الظهر، يقول: هل تقضى بعد صلاة الظهر؟ لا، فات وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز الزواج من امرأة زانية إن تابت إلى الله عز وجل؟ إذا تحققت توبتها، تحققت أنها تائبة، فلا بأس بذلك، لكن لا بد من العدة قبل الزواج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرأة إذا لبست الذهب وكان زائدا على النصاب، فهل عليها زكاة في ذلك؟ نعم، إذا كان زائدا عيش. يقول: المرأة إذا لبست الذهب واستعملته وكان زائدا على النصاب، فهل عليه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، على قولين: الجمهور على أنه لا زكاة فيه إذا كان مما جرت به العادة، مما تزين به النساء، فلا زكاة فيه، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. هذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم من يوجب الزكاة فيه كالشيخ ابن باز رحمه الله، يوجب الزكاة فيه لعموم الأدلة. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لامرأة رأى عليها شيئا من الذهب، قال: أتؤدين زكاتها هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله به سوارا من نار؟ قالت: لا. ثم أخذته وألقته وقالت: هو لله ورسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية كالتقاويم والأقلام، يقول، والعود أو دهن العود، يقول: الهدايا التي تعطيها البنوك لأصحاب الحسابات الجارية كالأقلام، لا تقبل من البنك هدية، فإن البنك يريد منك أن تتعامل معه ولا تستنكر شيئا من ما فيه، فلا تقبل الهدية منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كنت أصلي الوتر وأذن الفجر أثناء صلاتي للوتر، فهل أكون قد أدركت وقته؟ إيه نعم، كمله لكن خففه. وأذان الفجر يختلف، منهم من يبكر بالأذان، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا
حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المؤذنون يختلفون في الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعمل بحوثا للطلاب الجامعيين وأساعدهم في ذلك مقابل مادي؟ لا، هذا غش، هذا غش، وعمل هذا عمل محرم ولا يجوز، لأنه غش في الامتحانات، ويعطى درجة على هذا البحث وهو ليس له، هذا غش وكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، يقول: من سمع حمد الله فهل يجب على الجميع أن يشمتوه أو يكفي واحد؟ سنة كفاية، هذه سنة كفاية، إذا شمته واحد من المجموعة كفى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: من عطس والإمام يخطب خطبة الجمعة، فهل له أن يشمته أثناء الخطبة؟ لا، شمت بعد الخطبة، شمته بعد الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنه قد مات أبوها قبل سنين، وهو أثناء موته كان راض عنها، وتراه في المنام كثيرا أنه غضبان، هل تعني تلك المنامات شيئا من ناحية الشرع، وهل يجب عليها شيء في ذلك؟ والله تسأل اللي يعبرون الرؤيا لعلهم يجدون لها تفسيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اشترى سيارة من معارض السيارات، فهل يجب عليه أن يخرجها من المعرض قبل بيعها؟ نعم، هذا هو القبض، هذا هو القبض التام، يخرجها من المعرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عدم الماء والتراب لأجل الصلاة، فهل يصلي على حاله أم أن الصلاة تسقط عنه؟ لا، ما تسقط عنه، يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على حسب حاله، ولو بدون ماء ولا تراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد إسلامي حديثا ختنني الطبيب وترك شيئا قليلا من القلفة على الحشفة، هل يجب علي أن أعود إلى الطبيب ليزيلها بالكلية أم أن هذا كاف في الشرع؟ إذا كنت تتأذى بها أذهب إلى الطبيب يكمل أخذها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تذكر الإمام أنه دخل إلى الصلاة على غير طهارة، فهل له أن ينيب شخصا ليتم الصلاة بالناس؟ لا، إذا علم هو أو أحد من المأمومين أنه على غير طهارة بطلت صلاة الجميع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يباح التختم بالفضة بالنسبة للرجال؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم، فلا بأس بذلك، إلا أنه ما يكون من الذهب ولا من الفضة. نعم. لا، الفضة لا بأس، الفضة لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة، إنما الذهب هو الذي لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي في أسواق المسلمين من اللحوم والدجاج، هل يسأل الإنسان عن مصدرها وهل قد ذبحت على طريقة الإسلامية أو غير ذلك؟ ما يقدم في مطاعم المسلمين فالأصل فيه الحل، ولكن هو بلازم أنك تأكل لحم، إذا كنت مرتاح منه اتركه. نعم، كل الطعام ولا تأكل اللحم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لطالب العلم أن يفتي بما يعلم وهو لا يحفظ دليل المسألة أثناء سؤاله؟ لا، يكفي الفتوى إلى من هو أعلم منه، يقول: اذهب إلى فلان، اذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
سجود التلاوة أثناء الصلاة هل هو واجب على الإمام؟ لا، ليس بواجب. سجود التلاوة سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم المشاركة في المسابقات القرآنية وأخذ الجوائز على ذلك؟ لا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فلا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعلمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا علم المسبوق في صلاته أن الإمام قد قام إلى ركعة زائدة، فهل يعتد هو بهذه الركعة؟ لا يعتد بها، لأنها ليست من الصلاة زائدة. رأيت فتوى للشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول يعتد بها، يقول يعتد بها المسبوق. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة، هل هي تكون في كل أمر حتى في الأمور الشرعية؟ الأمور المهمة، الأمور المهمة التي لم يتبين له فيها عزم أو ترك، الأمور المهمة يصلي صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يحرجوننا بقولهم: أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تبيعني كذا، هل يجب علي أن أجيبه إلى طلبه؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من سألكم بالله فأعطوه. نعم. ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا لم يكن عند المسلم مال، فهل يلزمه أن يستدين لأجل الأضحية؟ نعم، إذا كان عنده وفاء يستدين، لأنها شعيرة، لأن الأضحية شعيرة عظيمة، فيستدين إذا كان يعلم أنه يستطيع الوفاء، عنده مال غايب ولا عنده عمل يعمله ويحصل منه فلوس، فيتأكد أنه يضحي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي أرض أنوي بيعها بعد ارتفاع السعر، فهل يجب علي فيها زكاة؟ نعم، ما دمت تنويها للبيع وحال عليها الحول تقومها بما تساوي وتزكيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت صلوات كثيرة إلى غير القبلة ولم أعلم بعد ذلك إلا بعد شهر، فهل يجب علي قضاء هذه الصلوات؟ إذا كنت في بلد مسلمين فيجب عليك القضاء، لأنك بإمكانك تسأل، يعني فيه مساجد لها محاريب. أما إذا كنت في بر ولا عندك واجتهدت وصليت، صلاتك صحيحة إن شاء الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية في من اشتبهت عليه القبلة وهو في غير بلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة في عدة الوفاة وبنتها ستتزوج، هل لها أن تخرج لحضور؟ يقول: امرأة في عدة الوفاة وبنتها ستتزوج، هل لها أن تخرج إلى قصر الأفراح لأجل حضور هذا الأمر؟ بالليل لا، ما تخرج بالليل، أما بالنهار فيجوز لها الخروج إذا كان لها حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة هذا؟ لا يتزوجون عندها في بيتها، تنحل المشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة عند هذين الأمرين، وهما عند عقد الزواج وعلى روح الميت؟
كلاهما لا يشرع قراءة الفاتحة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد من صلاة الجمعة، فهل يدخل معه ويصلي الجمعة أو ظهرا؟ إنسان جاء يوم الجمعة والإمام في التشهد، فهل يدخل معه ويصليها ظهرا أو جمعة؟ لا، ظهر جمعة لا، ما تدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة كاملة، لكن ينوي الظهر ويدخل مع الإمام في الجلوس التشهد، فإذا سلم قام وصلىها ظهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، فهل يجب عليها أن تصلي مع العصر صلاة الظهر؟ نعم، كذا قال العلماء، الصلاة الحاضرة وما يجمع إليها قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرواتب التي يتحصل عليها الإنسان شهريا، هل فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة إذا اجتمع لديه رصيد ومضى عليه الحول، ففيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سماح الأب لبناته بالذهاب إلى الحدائق المختلطة أو غير ذلك من الأسواق التي فيها فتنة؟ لا يجوز له ذلك، لا يسمح لبناته أن يذهبن إلى هذه الأماكن التي فيها اختلاط وفيها خطورة عليها، لا يسمح لهن. الرجال قوامون على النساء، وهو قوام على بناته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: خروج المذي هل هو موجب للغسل كالمني؟ لا، يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوضوء وغسل الخصيتين، يغسل الخصيتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: المستمع للغيبة هل هو شريك للمغتاب في هذه المسألة؟ نعم. المستمع للغيبة الذي لا ينكرها، المستمع لها ولا ينكرها، شريك، يكون شريكا له في الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الإسراف هل هو يختلف من شخص إلى آخر؟ فإذا كان مثلا في السيارات فاشترى سيارة عالية الثمن، هل يقال بأن هذا مسرف وذاك غير مسرف؟ ما يسرف، لا يسرف الفقير ولا الغني، ما يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من تاب من ذنب وأقلع عنه، هل يجب عليه أيضا أن يجزم على عدم العود إليه؟ من شروط التوبة العزم لا يعود إليه مدى حياته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد تقليم الأظافر وقص الشعر، هل يشرع أن تدفن هذه الأمور؟ تدفن أو توضع في نقب من الجدار أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟ لا، اليد اليمنى لا يمس بها فرجه، إنما باليد اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: السواك هل هو مشروع عند بداية الوضوء أو في أثناء الوضوء؟ قبل الوضوء، مشروع عند القيام من النوم، يستحب عند القيام من النوم وبعد كثرة الكلام وعند الوضوء. نعم. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.